من العايدين والفايزين، وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير مشاهدينا. ناشر جالس سواء في غسل وكوي غسل بس مرحلة انتقل من غسل التطور يعني أيوة إلى غسل لغسيل السيارة ترك ناشر أكيد ملك المناشر أنت صحيح لمحمود جميل كان مشهد جميل يبين للمشاهد لوين رايح ال أيوة. لوين رايح المسلسل أيوة المهندس ناشر تعال أيوة. وأنا ما شاء الله ما شاء الله أولا وصل المنفذ قلت يوصلني لأن المنفذ بعيد والشنط معي كثير ثمان سنوات غربة ثمان سنوات غربة وصلني يا أبو راشد ويعاود هل توقعتم أنه بيحقق هذا النجاح؟ يعني حاولنا نشيل التكلف بشكل عام لما عرض عليك العمل أنك تشارك في اليمن في مسلسل يمني مع نجوم يمنيين دراما يمنية كأول مرة إيش كانت توقعاتك أول ما عرضت عليك هذا الفكرة؟ ولما رحت هناك الصراحة أنا ما حسيتش إلا أنا غريب ما حسيت إلا أنا بلدي كثير منهم معتقد إني سعودي يعني عايشوني خلوا الحاج الناصر بخيل يعني وأنا ما نش بخل في الحقيقة بس ليش تقول إن أنا بخيل؟ الأستاذ ربيح كرهتني في المسلسل كرهتني خرج من الحاج هذا تحفاه إيش؟ أطبخي للتس حقنا لحمة غنمي تس ياكل لحمة؟ ما ذكرتي توفيق الأضرعي الحاج ناصر والله يبدو أنك كرهتي بصدق يعني ها؟ لا بالعكس والله توفيق جدا جنتل من قلبه يعني تعتقدي أنه ممكن يمثل نقلة للدراما اليمنية؟ أكيد يعني يعتبر نقلة من الآن مش بيمثل هو نقلة للدراما اليمنية فأنا بعدين حاول أقنع أبو راشد حاول أقنع محمود الحاج ناصر في ذيك اليوم أنا المذيع محمود أهلاً كيف حالك؟ أنا مدير ناشر اللهجة اللي أديت بها الدور كانت كذا لهجة مميزة وخفيفة ولطيفة يعني مصطلحات بيضاء تفهم يفهموها الكل العامة يفهموها هي خليط ما بين المحويت شوية حمراء يعني من ال فكانت لهجة من حبي أيضاً لأصحاب المحويت وجه لهم تحية وأقول أهل المحويت بالكامل عيدكم مبارك وكل عام أنتم ألف خير وصحة وعافية سهرة مع نجوم مسلسل خروج نهائي في أول أيام عيد الفطر المبارك يأتيكم في الثامنة مساء ويعاد في الأوقات التالية